هلا احنا ذكرنا اكثر من نوع من الكنترولر، احنا ذكرت انا 6 أنواع أو 7 أنواع، في اشياء حكينا عن ريلز، بس انا هون بدي اركز بشكل رئيسي بس على هدول الثلاث نقارن بين السلكشن بروسيس تبعتهم. عندنا المايكرو كنترولرز او مايكرو بروسيسرز، بي ال سيز، واذا بدي استعمل بي سي او لابتوب. هلا اذا عدد البرودكتس اللي بدي استخدمهم كبير، يعني مثلا عندي اير كونديشنرز او غسالات عاده بنستخدم او بنستخدم المايكرو كنترول، فاذا عدد البرودكتس تو بي مانيفاكتشر كان هاي لانه الكوست تبعها منخفض، فلما يكون عدد البرودكتس عالي وحجمها صغير كان يحطها تاخذ سبيس اقل من البي ال سي والبي سي. عاده البي سي بكون عدد البرودكتس، يعني يمكن بدي اصمم جهاز او جهازين بس بركب له بي سي، واذا كان متوسط بي ال سي يعني 20 جهاز 30 جهاز مثلا، يعني لو قلنا مثلا اكزامبل 20 مثلا 3 أجهزة، بس مطلوب مني مثلا 3-4 أجهزة، وهون احنا بنحكي بالالاف. لو عندي شيء يعني ما اظن عمرك راح تروح تشوف مثلا غساله عدد غسالات بنصنع منها عشرات الالاف مئات الالاف، ما راح تلاقي في داخلها بي ال سي، راح تكون بي سي او اير كونديشنرز او شيء زي هيك. واضح انه العدد عدد ضخم جدا هائل جدا. السيجنال بروسيسنج، اعلى اقوى سيجنال بروسيسنج راح يكون في البي سي لابتوب. هلا المايكرو كنترولرز ميديوم، وانتم حكيتوا عن بعض اشياء ممكن تعطيني هاي، يعني الى هاي ممكن هلا صار في بعض ديديكيتد انتجريتد سيركتس يقدروا يعطوني هاي بروسيسنج. بشكل عام البي ال سي السيجنال بروسيسنج لو، رغم ذلك بدنا نحط بين قوسين انه ممكن يكون في سبيشال كاردز او موديولز، يعني ممكن تلاقي موديول خاص من شركه مثلا من بي ال سي سيمنز يعطيك موديول يعطي سيجنال بروسيسنج ديديكيتد، بس بشكل عام البي ال سي يعتبر لو سيجنال بروسيسنج، يعني ضعيف، يعني ما بستعمل عاده البي ال سي اذا بدي سيجنال بروسيسنج عالي. بالنسبه للسرعه، طبعا اعلى سرعه هي المايكرو كنترولر. السبيد عندي للبي سي لابتوب ميديوم، والبي ال سي تعتبر لو، وكمان راح يكون في اكسبشنز، يعني انا متاكد راح تروح تلاقي بعض بي ال سي متخصص بيقدر يعطيني هاي، بس بشكل عام اذا عندي كريتيكال شيء كريتيكال والسبيد فيه عاليه راح يكون استخدم مايكرو كنترولر. بالنسبه للكوست، ايش اقل كوست؟ رح يكون هون اقل شيء، هون بصير ميديوم. طبعا البي ال سيز الرينج تبع الاسعار تبعتهم بتراوح بشكل كبير، يعني يمكن يتراوح بين قديش، ايش ارخص بي ال سي؟ ممكن تلاقي ب 200 مثلا 150 100، وبيرتفع بعدين بالالاف بصير الانواع الضخمه جدا المتطوره. طبعا عاده البي ال سي واللابتوب رح يكون فيري هاي كوست، يعني مقارنه بهدول الاثنين اذا كل جهاز بدي احط له بي سي ولابتوب. مين المناسب له ريل تايم كنترول؟ انسب واحد له ريل تايم كنترول اذا بدي احطه في ريل تايم كنترولر المايكرو كنترولر احسن من البي ال سي. مشكلته يعني ممكن اطبقه، يعني هذا هون اكسبتبل، هون خلينا نحط اكسبتبل او اوكي، بس هذا هو ايديا للمايكرو كنترولر، ايديا للريل تايم كنترول. هذا انسوتبل طبعا. مش البي سي اقل من السعر من البي ال سي؟ والله بيعتمد. هلا هو يمكن هذا ماشي اوكي مزبوط هذا ريليتيف، بس البي سي ما هو حسب ايش نوع البي سي وحجمه وحسب ايش نوع البي ال سي. ممكن تلاقي صح، ممكن تلاقي بي سي وبي ال سي نفس السعر، بس كقاعده عامه راح تلاقي انه البي ال سي سعرهم اقل، بس مزبوط كلامك. يعني احنا هون بنحكي ريليتيف كوست، ممكن تلاقي حالة ما ينطبقش عليها. طيب البروتوتايبنج، مين اسرع واحد ممكن اعمل عليه بروتوتايبنج واطلعه للماركت؟ هلا رح تقول لي المايكرو كنترولر سهل اني ابرمجه، مظبوط بي ال سي. تمام، البي ال سي هو اسرع شيء، الانبوت والاوتبوت جاهزه، يعني انت ممكن خلال يوم او يومين تكون جهزت بي ال سي، برمجته وجهزته وطلعته وشغلته. المايكرو كنترولر لسه في بدك تصمم الانبوت بدك تصمم الاوتبوت وتعمل الانترفيس، ونفس الشيء بدك تعمل انترفيس. اذا هون البروتوتايبنج سبيد إذا بدنا نضيف الريلايبيليتي، يمكن أكثر واحد ريلايبل هو البي ال سي. إذا بدي أضيف شيء هون عن الريلايبيليتي، أوكي الريلايبيليتي بشكل عام. أوكي؟ هلا بإمكانكم تضيفوا، إحنا ذكرنا أشياء ثانية، ذكرنا الريلي كنترولر بطلنا نستخدمهم. ممكن مثلا نقارن كمان
بلوجيك جيتس مثلا انا ما ناقشت كثير اللوجيك جيتس هون، بس يمكن اللوجيك جيتس مثلا تتفوق بالسبيد. لو بدنا نحط هون مصر لوجيك جيتس مثلا ممكن تكون حتى لسه اسرع كمان من المايكرو كنترولرز.